الان بعد ما سالينا من العمليه ديال اننا عمرنا القصر ديالنا اللي غيتم التوزيع ديالهم بعد لحظات ان شاء الله، حاليا دابا غادي نجيبوا السيارات ديالنا باش اننا غادي نعمروا هذا القصر هذا السيارات باش ننتقلوا الى المنازل ديال العائلات المحتاجه ان شاء الله، اللي ديجا صوبنا لهم لا ليست ديالهم وعارفين العناوين ديالهم، غادي نوقفوا عندهم حتى الديور ديالهم، هذا كل شيء باش يبقاو في الديور ديالهم وما يخرجوش ان شاء الله. السلام عليكم. الان بعد ما قمنا يعني بحمل هذوك القفف في السيارات ان شاء الله غادي نقوموا بالتوزيع ديالهم في المنازل ديال الناس المحتاجين ان شاء الله، غنمشيو عندهم حتى الديور ديالهم ان شاء الله، وهذا تشجيع لهم حتى هما باش ما يخرجوش باش ما يجيوش لعندنا باش ما يكونش تجمعات باش ما يكونش الاكتظاظ، وحمايه لهم وتعاونا معهم ان شاء الله. وبهذه المناسبه نشكر ديري ديك على المبادره ديالها وعلى الدعم ديالها هذه المبادرات، وتحية لكم جميعا. ديري ديك. Hey!